لواء درع الشهباء كتيبة المجاهد عمر المختار تقوم الآن في إطلاق صواريخ رعد بقيادة حج سفيرة في تاريخ 19/4/2013. حاجز درع الشهباء يقوم الآن في إطلاق صواريخ رعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نطمئن أهل مدينة السفيرة بإذن الله سنعالج هذه الحواجز بالصواريخ التي تحقق الهدف بإذن الله 100%. وهذه التجربة رقم 2 لدك قواعد التي يطلق منها القذائف على منطقة السفيرة. والله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. إطلاق صاروخ من قبل كثير المجاهد عمر المختار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كتيبة المجاهد عمر المختار تقوم بدك حاجز للنظام على طريق الشيخ براق. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.